رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا، ومثل ما شفنا يمكن قبل الفاصل بتقرير ابداعات شبابيه في مختلف المجالات اليوم، مو بس بالمشاريع، ايضا لما يكونون مبتعثين في الجامعات خارج الكويت نشوف دائما مميزين في النوادي اللي قاعدين يحرصون كثر ما يقدرون بان يساعدون الطلبه. اليوم معنا عبد الله شعبان ممثل النادي الكويتي في جامعه بولدر في ولايه كولورادو. نتعرف عليك ونرحب فيك اخوي عبد الله، حياك الله. يا هلا ومرحبا فيك عبد الله. في البدايه لو تعرفنا بالنادي الكويتي. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء حاب اشكر قناه الرائع على الاستضافه. دائما الداعمين الاولين لشباب الكويت، الطاقه الشبابيه ما تقصرون. بالبدايه حاب اعرف انا عن النادي الكويتي. النادي الكويتي طبعا نادي طلابي بحت، من الطلبه الى الطلبه. هدفه انه يخلق بيئه اسريه، خلينا نقول بين الطلبه اللي بالمنطقه، ويخفف عليهم صعوبات الغربه. طبعا كل هذا يتم عن طريق الأنشطة، والأنشطة متنوعة طبعا، أنشطة اجتماعية، أنشطة ترفيهية، غير الأنشطة الأكاديمية طبعا اللي تقام على مدار السنة الدراسية. صحيح. إذا بنتعرف على هذا النادي وفي أي عام ابتدى بالضبط؟ شوف، تبي صراحة، النادي سجل رسميا بالجامعة سنة 2013، بس سنة 2013 ما كان، خلينا نقول، النادي فعال، ما كان يقدم الأنشطة اللي احنا الحين قاعد نطبع. كان مجرد تأسيس، كان مجرد تسجيل بالجهات الرسمية. ممتاز. بس نقدر نقول انه تفعل رسمي بسنة 2015. في سنة 2015 بدينا نقدم أنشطة أكثر ونفيد الطلبة بشكل أكبر. ممتاز. عبد الله، مثل ما ذكرت، بلش النادي سنة 2013، أكيد مر في مراحل تأسيس طبعًا. إلى أن وصل لهذه المرحلة، يا ريت تكلمنا عن المراحل اللي مريتوا فيها. إن شاء الله. طبعا عدة مراحل مرت فيها أو مر فيها النادي، بس يمكن في هي مرحلة معينة اللي أقدر أتكلمكم أكثر عنها، هي مرحلة التأسيس. طبعا ما يخفي على أي أحد أسس نادي من قبل ولا أي مؤسسة إن البداية هي أصعب شيء. التأسيس يكون في شوية سوء تفاهم، خلينا نقول، يمكن بين الأعضاء، أفكار مختلفة. بالضبط. التنظيم شوي يكون صعب طبعا، غير الدعم المادي اللي يعني لك عليه شوية. كانت البدايات الدعم يكون من جيب الطالب نفسه. حلو. وبيني وبينك، هم هذه كانت شغله يعني تاثر علينا بشغلات اللي نقدر نقدمها. صحيح. للطالب. بس مع مر الوقت يعني الحمد لله التنظيم صار احسن، صار في تفاهم اكثر بين الطلبه والاعضاء نفسهم. الدعم نقدر نقول انه صار افضل، ولكن تبون يعني بعد ان شاء الله نقدر نطمح الى شيء اكبر عشان نقدر نقدم للطالب يعني خدمة أفضل. ممتاز. إذا بنتعرف أكثر عن أو على أعضاء النادي وكم العدد اللي وصلتوا له إلى الآن؟ ممتاز. حاليا عدد النادي هم 10 أعضاء. 10. 5 أعضاء طلاب و5 أعضاء من الطالبات. بس طبعا احنا ما يعني ما نسك البيبان على أي أحد وده يساعدنا. كل ما زاد العدد، عدد الأعضاء، كل ما احنا قدرنا نقدم أنشطة وفعاليات أفضل للطالب. يعني الباب مفتوح لأي شخص. دائما الباب مفتوح. ممتاز. عبد الله، إذا بنتكلم عن دور النادي وشنو الخدمات اللي يقدمها للطلبة؟ ممتاز. مثل ما قلت إن النادي يقدم أنشطة كثيرة، أنشطة ترفيهية اجتماعية، غير طبعا الجانب الأكاديمي. على سبيل المثال، الأنشطة الترفيهية والاجتماعية ممكن تتنوع، ممكن تكون تجمع بسيط للطلبة. يعني مثل ما قلت إن نخلق إحنا نبي بيئة أسرية بين الطلبة. اجتماع أو يعني تجمع بسيط للطلاب أو للطالبات، ممكن يكون عشاء للطلبة أو للطالبات. ممكن يتطور يصير أيضا إحنا نقدم بطولات رياضية للطلبة. بطولات رياضية هم تتنوع، كرة القدم، كرة الطائرة إلى آخره من هذه الأمور. غير كذي هم احنا نقدم انشطه ترفيهيه. على سبيل المثال، في الكورس اللي فات قدرنا ننظم نشاط البينت بول. حلو. نتفاهم مع الشركه المنظمه ونقدر كذي نقدم نشاط خارج البيئه الجامعيه. صحيح. وهم نحرص، صار لنا الحين فتره سنتين نحرص بدايه كل كورس شتوي، بما ان احنا هم منطقه بارده وجبليه. صح. صار لنا كورسين او سنتين خلينا نقول قاعد نقدم نشاط السكينج. توني اقول لك. ايه، ممتاز جدا. قدرنا ننظم مع المنتجعات اللي تقدم هذه الشغله يعني، واحنا هم نقدر ندير امور التواصل بين المنتجع وبين الجامعه،
وهذه الامور اكيد. يعني هذا في شكل عام من الجوانب خلينا نقول الانشطه الترفيهيه صحيح. والاجتماعيه صحيح. خاصه يمكن المستجدين بحاجه الى هذا النوع صحيح. من بالضبط. الدفء في خلينا نقول الانشطه بتواجد مجموعه من الطلبه. اذا بننتقل نركز اكثر على دور الاكاديمي لهذا النادي وماذا يقدم للطلبه. حلو. طبعا الدور الاكاديمي احنا نقدم كذا شغله اللي نقدر نسميها دور اكاديمي. في بدايه كل كورس احنا نحرص بان نقدم مثل ما نقول لقاء تعريفي او تنويري حلو. للطلبه المستجدين نجمع فيهم الطلبه المستجدين اللي يعني مقبلين على الجامعه ونحاول نفيدهم ونخليهم يعني يتاقلمون زياده على المنطقه، نفيدهم بالسكنات اللي متوفره البنوك المتوفره طريقه فتح الحساب والى اخره من الامور المعيشيه حلو. وهذه كلها شغلات يعني تخفف عليهم او تخليهم يستقرون بشكل اسهل وتخفف عليهم مصاعب الغربه من البدايه، لان بيني وبينك هم الاستقرار هو اهم شيء. يمكن عندي نقطه بس اليوم في اللقاء التنويري هل ايضا اولياء الامور يكونوا موجودين؟ لان الامور اللي ذكرتها اتوقع والامر اذا كان موجود بيطمن وايد بالضبط. على ولده صحيح. او على بنته بان اليوم هو متجه الى مكان في مجموعه شباب ممكن ايضا يعتمد عليهم في حال يعني وجود اي خلينا نقول مشكله في الجامعه او الجانب مثل ما قلت البنوك والسكن، وهذه امور جدا مهمه فيحضرون لقاء تنويري. شوف تبي الصراحه اذا ولي الامر متواجد مع الطالب فهو اكثر من مرحب فيه، بس في بعض المرات الطالب ممكن يعني حاضر للدوله بروحه ولا للمنطقه بروحه، فاذا حصل لنا انه ممكن نستقبل ولي الامر ما عندكم فهذا شيء يشرفنا للامانه. ممتاز. عبد الله تو ما ذكرت من ساعه ان الطالب يكون في قربه صحيح. ويكون في طلبه مستجدين مو عارفين وضع وطبيعه الحياه هناك، اكثر مشكله عانوا منها الطلبه ويحتاجون الحل. ممتاز. طبعا هم مثل ما ذكرت هي التاقلم اكثر شيء يمكن يعني يواجه الطالب هي التاقلم، وتاقلم على الغربه كشكل عام جاي هو من بيئه معينه صح. ومجتمع صح. معين وياي هم ديره ما هي قريبه للامانه وخلاص يعني يفترض عليه انه خلاص يبلش يعتمد على روحه حياه جديده بالضبط. فهذه انا اشوفها انه من اكبر المشاكل اللي ممكن تواجه الطالب، بس مثل ما قلت ان احنا هدفنا ان نخفف على الطالب هذه الامور، فان شاء الله بكثر ما نقدر نهون عليه ان شاء الله. بالعكس على الاشياء اللي قاعد نسمعها اليوم في امور معينه خلينا نقول تخلي الطالب يتاقلم اكثر صحيح. اليوم السؤال الثاني اتوقع او الجانب الثاني من هذا السؤال هو اليوم الطلبه خلينا نقول وجودهم في الكويت ممكن تقدمون لقاء تنويري او في الجامعه ممكن تجمعونهم لانشطه معينه، لكن اليوم كيفيه التواصل معكم للاستفسارات صحيح. لاقتراحات للتواصل بشكل عام شلون ممكن تواصلون معكم الطلبه؟ طبعا احنا عندنا صفحات باغلب السوشيال ميديا بالانستغرام عندنا وبتويتر وعندنا صفحه بالفيسبوك طبعا غير الايميل اللي ممكن يقدر يتواصل معنا على شكل مباشر ممتاز. اذا تبوني اذكر هم الاكونتات الانستغرام والتويتر والفيسبوك كويت اندرسكور سي يو، واذا يبونهم طريقه مباشره بتواصل بالايميل ksa@colorado.edu. طبعا احنا دائما متوفرين حق اللي عنده استفسار وما نسد الباب حق اي شخص حاب انه يعني نفيده بالامور الدراسيه وغيره. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. عبد الله اكيد لكل يعني مشروع او شيء يتاسس رساله او هدف، شنو الرساله والهدف من النادي للطلبه؟ حلو. احنا طبعا نبي نجمع الطلبه، نبي نكون بيئه ان الطالب ما يخاف صحيح من تجربة الغربة خلينا نقول. أهم شغلة مهمة يمكن أذكرها غير كذي، إحنا صدق إن إحنا نقدم فعاليات ترفيهية وإلى آخره من هذه الأمور، بس إحنا هم نبي نوصل رسالة للطالب إنه أهم شيء بالغربة هي الموازنة بين الدراسة وخلينا نسميها الوناسة يعني. صحيح. فإذا زادت الدراسة عن حدها الحياة ممكن تكون كئيبة، ممكن احنا صحيح. نحاول نهول عليهم هذا الموضوع، ولكن يعني راح يظل الموضوع فيه صحيح. كآبة شوي صحيح. وهم إذا زادت الوناسة عن حدها هم هني نواجه مشاكل ثانية تأثر دراسيا وممكن يرجع الكويت بالضبط. فاحنا نبي أهم شيء الموازنة عندنا، فبكثر ما نقدر احنا نقدم لهم من الأنشطة الترفيهية والأكاديمية نبي نوازن هالموضوع ونخلي الطالب يعيش حياة مرتاحة
وهو مغترب. ممتاز. الموازنة اليوم خلينا نقول لو بنقيسها على الأنشطة اليوم يعني ما هو تفرقة، لكن أحيانا خلينا نقول الطالبات بحاجة إلى نشاط معين والطلبة بحاجة إلى أنشطة معينة، هل أنتم تحطون بعين الاعتبار هذا الشيء؟ أكيد. زائد إلى مواعيد الأنشطة تكون حريصين متى تكون؟ أكيد أكيد. طبعا إحنا نحرص أن نسوي أنشطة للطلبة وللطالبات بعدد متماثل خلينا نقول. ومثل ما ذكرت ان هذه ما هي تفرقه. أكيد. بالعكس احنا نبي الراحه للطالب بالضبط. وللطالبه صحيح. ومواعيد الانشطه ايضا تكون اغلب الاوقات بالويكند. ولكن يعني في مرات ممكن على سبيل المثال خلينا نذكر الانشطه الوطنيه اللي احنا نقدمها. بهالموضوع ما راح نسوي تفرقه بين الطالب والطالبات، الطلبه والطالبات، لان احنا نبي نجمع عدد كبير من الطلبه. فالأنشطة الوطنية مثلا نحاول نجمع كل الطلبة بوقت صحيح. واحد وعشان نعيش الأجواء الوطنية هم ممكن الوقت ما يسمح لنا نقدمه بالويكند، فنحاول صح. انهم ممكن نسوي بأيام الأسبوع، ولكن نحرص انه يكون من بعد الدراسة وأوقات شوية يعني ان كل طالب خالص أمور الدراسية. صحيح. عبد الله، مثل ما تعرف الجامعة تضم العديد من الفئات أو المقتربين الخليجيين ومن جنسيات أخرى. صحيح. مو بس فقط خليجيين عربيين ومن جنسيات ثانية. هل المساعدات اللي أنتم تقدمونها للكويتيين فقط ولا لجميع الجنسيات؟ ممتاز. طبعا المساعدات الرسمية اللي نقدمها للكويتيين فقط، لأن احنا جهة مسؤولة على حسب علم الجهات الرسمية اللي بالجامعة، احنا مسؤولين عن الطلبة الكويتيين. فإذا احتاجوا أي مساعدة رسمية خلينا نقول فاحنا متواجدين للطلبة الكويتيين فقط، ولكن الأنشطة تضم جميع الجناسي، واحنا مثل ما ذكرت انها ما نسد الباب بويه أي شخص كان، فالجميع مرحب فيه سواء كان خليجي أجنبي أمريكي إنجليزي أوروبي، جميع الجناسي مرحب فيها. على سبيل المثال يوم قمنا النشاط الفعالية الوطنية الحضور كان كبير، وكان خلينا نقول يمكن أكثر من نص الحضور ما كان كويتي، كانت من الجناسي الخليجية وأيضا من الجناسي الأمريكية والأوروبية. مرحبين بالكل يعني جميعا، وهذا ما هي غريبة على الشعب الكويتي، دائما يرحبون بالكل. نحاول نوصل أفضل فكرة للشعب بالضبط. الكويتي ودائما يقول الطالب المغترب أنت اليوم سفير لبلدك، فكن حريص دائما أن أنت تمثل هذا البلد بصورة فعلا تكون فخور فيها. صحيح. فيعطيكم العافية. الله يعافيك. إذا بنتكلم اليوم عن الأنشطة الاجتماعية، وأبي أبرز الأنشطة الاجتماعية اللي قدمتوها، وشنو ردة الفعل اللي جاتكم من الطلبة بالذات المستجدين؟ أنا عارف الطالب المستجد إحساسه مختلف في دائما في بداية الأنشطة، فكلمنا عن هذه التجربة. طبعا إحنا أي فرصة نقدر نقدم فيها نشاط اجتماعي ما نطوفها وما نفوتها، بس في عندنا أنشطة كبيرة هي تكون من تنظيم الجامعة نفسها. في فعالية تقيمها الجامعة على شكل سنوي اللي هي مسمى بالإنترناشنال فيستيفال، أو بالعربي خلينا نقول الاحتفالية العالمية. هذه تكون عبارة عن احتفالية أو فعالية تكون بالويكند، تجمع جميع الثقافات وجميع الجناسي المتواجدة بالجامعة. كل واحد أو كل جنسية يكون لها بوث مخصوص لها. طبعا أنت بالبوث تقدم ثقافتك الكويتية. شنو تحطون أنتم بالبوث؟ والله وايد شغلات الحين ما تطري على بالي، بس مثلا عندنا مجسمات من أبراج الكويت. طبعا حق اللي يهتم بسوالف التراث والحداق على سبيل المثال، كنا نجيب بعض من يعني أمور الحداق، معدات الحداق، نعرض فيديوهات وطنية وإلى آخرهم، يعني من الأمور الوطنية على كثر الاستطاع اللي نحصلها نعرضها. والحضور يكون جدا كبير، ومثل ما ذكرت أن المستجد لما يشوف أن في بيئة كذي مترابطة بين الجامعة كلها هو يصير عنده راحة نفسية بطريقة ما. فهذه الرسالة اللي حاب أن احنا نوصلها للطلبة المستجدين وجميع الطلبة للأمانة. يعطيكم ألف عافية، فعلا مبادراتكم وايد حلوة وتفيد الشباب المقتربين خارج الكويت، لكن خططكم المستقبلية ما هي عدنا؟ للأمانة احنا حابين نستمر على الخطة اللي احنا فيه، بس مع التوسعة ويعني كثرة الأنشطة هو الهدف الأساسي. الحمد لله أن الأمور الحين ماشية بسلاسة، ولكن إذا قدرنا نقدم فعاليات أكبر، إذا قدرنا نحظى بدعم أكبر، فهذا هم ممكن أنه يساعدنا أن نقدم
الخطه اللي احنا ان شاء الله بنمشي عليه ان شاء الله. عبد الله، اليوم مثل ما انت عارف اكيد اخوان الطلبه اللي تخرجوا من الثانويه طلع قبولهم في مثلا استراليا او امريكا او ايرلندا والدول الاخرى اللي تم الاعلان عنها، اليوم شنو نصيحتك بعيد عن موضوع النادي؟ ابي نصيحتك انت كطالب عشت هذه التجربه وعشت خلينا نقول الغربه بكامل تفاصيلها وكنت مميز لان انت كنت في نادي خلينا نقول وتقدم مساعدات فعشت الغربه بشكلها الحلو اللي من خلالها انت اليوم ترد وانت ما شاء الله عندك الكاريزما والشخصيه اللي تقدر تواجه سوق العمل بكل تميز. فكلمنا او شنو النصيحه اللي حاب توجهها؟ للأمانة أنا وجهة نظري صراحة أشوف أن الاغتراب ويعني الفرصة أنك تدرس برا الكويت فرصة ما تتطوف للأمانة. صحيح. طبعا إحنا طول عمرنا عايشين هني بمجتمع واحد أو ثقافة واحدة. صحيح. وعايشينها طول عمرنا. فلما يعني تكون لك فرصة أنك تروح وتشوف الثقافات الثانية ببلدان ثانية فهذه هم تفتح عليك باب بشغلات ثانية، ممكن تزيد الثقة بالنفس عندك. صحيح. تزيد المسؤولية عندك. تقدر تاخذ أفكار من الثقافات الثانية. صحيح. تزيد الأفكار عندك للمستقبل، إذا جيت بترد الديرة هنا ممكن تفيد أنت دولتك. صحيح. بشكل يعني جدا جدا مفيد. صحيح. بالشغلات اللي تستفيدها من الثقافات. صحيح. يعني الجناسي الثانية. صحيح. ففرصة ما تتطوف للأمانة. الله يعافيك. يعطيك ألف عافية عبد الله على وجودك معنا، فعلا أنت نور المستقبل، كل الشكر لك وعلى وجودك معنا مشاهدينا مع رواية أعوام الظلام ولكن بعد الفاصل.